ابتداء من اليوم اي مغربي ولا مغربيه بامكانه ان يرتكب جريمه للعقوبه ديالها في الحبس قبل من 5 سنوات حسب القانون الجديد اللي صادق عليه يعني لجنه العدل في البرلمان. يعني ان الانسان ممكن يشري العقوبه ديالو في اطار واحد القانون اللي قدمه وزير العدل باسم الحكومه يقضي بالعقوبات البديله. وهذه العقوبات البديله يعني جات في سياق الجواب على الاكتظاظ الفظيع الذي تعرفه المؤسسه السجنيه في المغرب. احنا كنعرفوا بانه في غشت يعني المندوبيه ديال السجون اصدرت واحد البلاغ صادم تضمن ارقاما خطيره ومفجعه بخصوص الاكتظاظ في السجون، اذ ان المغرب حطم الرقم القياسي في عدد السجناء. وصلنا ل 100,000 سجين بشكل جعل المغرب يتربع على العرش ديال المسجونين في العالم العربي، لدرجه انه هناك معدل 270 سجين لكل 100,000 نسمه، ولا توجد دوله في العالم العربي ولا غيره فيها هذه النسبه. وفي الوقت اللي كان مفروض من النخب البرلمانيه الحكوميه الحزبيه السياسيه ان يعني تبادر الى فتح واحد نقاش عمومي صادق واني بخصوص هذه المعضله ديال اكتظاظ السجون لمعرفه علاش المغرب اصبح هو الذي تربع على العرش يعني السجون السجناء في العالم العربي، بدليل ونفتحوا واحد القوس انه العالم كله فيه 9 مليون ديال السجناء، والمغرب بهذيك 100,000 ديالو كتعطينا 1.1% من السجناء في العالم كاينين في المغرب، علما ان السكان ديال المغرب لا يمثلون الا 0.4% من سكان العالم. اذا علاش المغرب يعني اصبح فيه العدد الكبير ديال السجناء؟ علاش ترتفعات هذه الوتيره؟ واش مرتبطه ببيئه اجراميه ولينا بحال السلفادور ولينا بحال كوستاريكا اللي ما عندهمش هذه النسبه ديال السجناء مقارنه مع المغرب؟ واش المشكل يعود الى السياسه الجنائيه المعتمده في المغرب؟ واش المشكل يعود الى ان القضاة قلال وما عندهمش الوقت باش يبتوا في الملفات والحل السهل يلجؤون اليه هو صيفط بنادم للغبيله في انتظار ان يوصل الوقت، بدليل ان العدد ديال الناس اللي عندهم الاعتقال الاحتياطي يشكلون 41% من مجموع السجناء في المغرب. واش المشكل يعود الى السلطه التقديريه اللي عاطيها المشرع القاضي؟ اذا هذه الاسئله الحارقه التي كان على الحكومه والبرلمان والنخب الحزبيه ان تناقشها في غشت، لكن للاسف الشديد كل واحد تكى على باليستو ومشى دوز الكونجي، هل اللي مشى لتركمانستان، هل اللي مشى لكازاخستان، هل اللي مشى لطاجيكستان الى اخره، وخلاو المغاربه كيدقلاو هاد الازمه ديال السجون والسجناء. لما رجعوا يعني الحكومه من والبرلمان من العطله عوض انهم يداركوا هاد الفضاعات قدموا لنا واحد القانون اقل ما يقال عنه انه يعني كور وعطي العور، خصوصا ان المرتكزات التي كان يستند عليها هذا القانون ديال العقوبات البديله كان يقوم على 3 نقاط اساسيه. الاولى وهو السوار الالكتروني، يعني ذاك البراسري الالكتروني اللي تيدار في الرجل ولا في اليد والمعصم ديال السجين ويبقى في دارو، او المنفعه العموميه يعني ان السجين عوض يمشي للحبس كيحكم عليه القاضي باش يدير شي خدمه لفائده المجتمع، او ان ذاك السجين عوض يمشي للحبس يمشي يخضع واحد البرامج ديال التاهيل الطبي والنفسي. وللاسف الشديد يعني هذه النقاط بالثلاثه اللي تحطات بدون نقاش وبدون تبعات وبدون كلفه جاتها للدقيقه 90 وزير العدل بتواطؤ مع الاغلبيه ديالو، ودمجوا واحد المرتكز رابع الا وهو شراء العقوبه. بمعنى القانون تفسر على مريض الشقاره، اي ان الحبس غادي يمشي للفقراء، يعني ان عندي فلوس ندير اللي بغيت، نقتل نجرح نذبح ندير كسيده الى اخره، ولكن ديتي في جيبي انا غادي نشري العقوبه، ولكن الناس الفقراء اللهم غادي يمشيو للحبس. ثم النقطه اخر اخرى اللي هي مهمه ولم تحظى بالنقاش وهو الكلفه ديال العقوبات البديله، حيت حنا ملي قلنا بان السجون عامره وخاصنا ندير عقوبات بديله للتخفيف منها، راه هذاك السوار الالكتروني اللي غادي نديروه في المعصم ولا في الرجل ديال المتهم اللي غادي يدينو يعني القاضي راه عنده كلفه، راه في اوروبا كيطلع تقريبا ب 10 اورو النهار، يعني اللي مشينا حنا بهذا المقدار ديال 100 درهم في النهار وتحكمات على واحد 10,000 ديال السجناء في النهار بالسوار الالكتروني راه غادي نطيحوا في 100 مليون ديال الدرهم في النهار، اي في العام 365 مليون ديال الدرهم اللي خاصنا حنايا نلقاوها من غنجيبوها باش نصرفوا على هاد السوار الالكتروني. اما اذا كان العدد هو 20,000 سجين راه الميزانيه ستضاعف يعني 73 مليار ديال السنتيم، وهذه الكلفه هذه ما تحددش شكون غادي يخلصها، واش غيخلصها المتهم ولا كان غيخلصها المتهم في اي حدود 2% 3% 10% 15% او غتحمل الخزينه العامه، الا كانت غتحمل الخزينه العامه على حساب اي بنود ولا اي جوانب اخرى. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه هو ان المغرب فيه 9,000 نقطه غير مشموله بالريزو، يعني لان هذا السوار الالكتروني خاصك تراقب هذا السيد، ولكن كاين مناطق كثيره في المغرب ما فيهاش الريزو. اذا هل المنطقه الموجوده والمشموله بالريزو اللي ما بين قنيطره والرباط والدار البيضاء هي التي سيستفيد منها السكان المغاربه من هذه العقوبه البديله ديال السوار الالكتروني؟ بمعنى الناس اللي ساكنين في الحوز ولا ساكنين في تارودانت ولا ساكنين في مناطق اخرى اللي ما فيهاش الريزو ليس لهم الحق في ان يستفيدوا من هذه العقوبه البديله المتمثله في الريزو. ثم ثالثا يعني المشرع في هذا المشروع تيقول لك بان اداره السجون هي التي ستتولى تنفيذ هذه العقوبه البديله، ولكن في الدول الاخرى راه اداره السجون ديالهم عندها جوج
الجريوس، يعني كاين راس او جهاز مكلف بالناس الذين يدانون ويعاقبون بالعقوبات السالبه للحريه، وكاين اداره اخرى خاصه بتتبع يعني هاد. والمشرع هنا لم يجيب على هذه الاسئله ولم يحدد، علما ان مندوبيه السجون في الوضع الحالي راها ما نضاش كتشكى من قله الموارد، كتشكى من قله الاطر، كتشكى من قله الاعتمادات الخاصه بالاستثمار، ساشون كو بان يعني الميزانيه ديال الاستثمار في العام كله ديال مندوبيه السجون لا تتجاوز 160 مليون ديال الدرهم في العام. وانت كتقول لي بان العقوبات البديله والصور الالكتروني، ودرنا الحساب بان 100 درهم راه غادي تقام علينا حنايا، الا كانوا غير 10000 راه غادي تقام ب 36 مليار ديال السنتي في العام، يعني جوج مرات ونص الميزانيه ديال الاستثمار ديال السجون. هالاسئله التي تحاشى وزير العدل والاغلبيه ديالو يجاوبوا عليها. النقطه الثانيه تتعلق بالمنفعه العموميه، يعني هاد المعتقلين الذين سيدانون بالقيام بهذه الخدمه ديال المنفعه العموميه، يعني من سيراقب، من سيتكلف بماذا، كيفاش نطبقوا هذه المساله. والنقطه الثالثه هو خويا ديال التاهيل الطبي والنفسي، يعني هذا الانسان الذي سنحكم عليه باش يمشي يدوز واحد البرنامج ديال التاهيل الطبي والنفسي، فين هما مراكز طب الادمان، فين هما المراكز ديال او المستشفيات ديال العلاج النفسي الى اخره. حنا كنعرفوا بان المغرب يعني عنده نقص فظيع على مستوى الاطباء، على مستوى الممرضين، على مستوى البنيه التحتيه في هذا الادمار. اذا هذه العقوبات البديله يعني كانت مجرد واحد جمره بغيت يخلص منها الوزير الوهبي، ولا حل الشعب المغربي على اساس انه بقات له عامين غادي يمشي بحاله، وغيبقى المغاربه يكتوون بهذا النار ديال هذا القانون الاعرج الذي صادقت عليه لجنه العدل مؤخرا في البرلمان.